الشبيبة اليوم تأهلت أمام نادي الفجوج بصعوبة بالغة، كيف لقيتوا المنافس يعني؟ المنافس السلام عليكم، المنافس شفنا منافس لاباس به، كيف محترمة شفناهم متمركزين الخلف جاو يديروا نتيجة، طمعوا عندهم الحق. هذه مباراة الكاس، حنايا وجدنا مليح المباراة هذه، وعلى بالنا بلي الفريق خصم تأهل عن جدارة أمام النابا، دونك وجدنا لهذ المقابلة والحمد لله يجوا دوزيام ميطون ما يتلعبش، المهم الفوز هو. شأن أن الشبيبة لعبت في ظرف ثلاث أيام فقط، هل هذا أثر عليكم ما أثرش عليكم؟ بطبيعة الحال حنا كنا دايرين حساب لهذا العام البدني، كنا حابين أنه المباراة في الشوط الأول، كنا حابين نسجلوا، بصح الحمد لله لاعبين كما مشدوا، الحمد لله فيزيكمون إيزون توني، داروا دوزيام ميطون خير من الأولى، خير من بروميير ميطون. واش نقول لك، راني فرحان بزاف بالتأهل للربع النهائي كوما، انا راضي اني في الربع النهائي الان. يعني البطوله راح تعرف توقف، هل هذا راح يساعدكم حتى يعني تنظموا صفوفكم يعني وتتحضروا مرحله العوده باريحيه؟ اكيد اكيد، احنا فايسيد بيان بروفيتي نديروا ميم ستاج ان شاء الله يبرمار، انا الحين نخدموا ان شاء الله فيه، ما نخافش بلي الفريق تاعنا مازالوا بزاف خدمه سيرتو لي بلون، وان شاء الله يركب ربي يزيدو رونفورسيو. هل تم الحسم يعني في مكان اجراء التربص؟ التربص في الجزائر ان شاء الله، ماشي خارج الجزائر. يعني هذا يساعدكم يعني حتى ايجاد يعني مقابله وديه وما بيان سور، احنا ماذا بينا نديروا بون ستاج يتيرميني افيك دو ماتش اميكو، دو ماتش اميكو باش نكونوا واجدين للمباراه. يعني رسميا شبيبه ما راحش تشارك يعني في الدوره الدوليه التي كان من رسميا نقولها لك باللي شبيبه ما راحش تشارك في الدوره تاع المغرب، وحنا ماذا بينا نخدموا ونسيدو روشارجي لي باتري ان شاء الله باش نديروا في مرحله العوده. مرحله العوده راح تكون مغايره خاصه بعد تقدم المنافسه و دخول شبيبة في المنافسة الإفريقية، كيفاش راح تكون يعني ميكانيزمات راح تحضروها يعني؟ بكل حال مرحلة العودة راح تكون أصعب من مرحلة الذهاب، هذه حاجة باينة، كل فرق الفرق اللي معنية بالمراتب الأولى راح تدير لهم ماكسيموم، والفرق اللي معنية بالسقوط هذيك راح تكون مرحلة عودة صعيبة، زيد على زيد المشاركة تاعنا في كأس إفريقيا اللي راح تصعب لنا الأمور. C'est-à-dire qu'on a une succession de matchs, qu'on a besoin de mobilité, on a besoin de gérer, Inch'Allah. Merci.